عاوز حاجة؟ آه، عايز الجنب على طول. انت هنا دلع على فكرة، والدكتور قال انت ممكن تمشي في أي وقت. اتخضيت عليا؟ لا أنا كنت هتجنن يا حسن. امبارح اتعلمت درس متخيلتش ان انا كنت ممكن اتعلمه. ميرسي. انا كنت فاكره ان انا مسيطره على كل حاجه في حياتي، بناتي وبيتي وانت. كنت فاكره ان كل حاجه في ايدي. امبارح اكتشفت ان انا عكس عن السيطره يا حسن، وانا مكسوره. انت لما وقعت انا اتكسرت. هذا شر عليك من الكسر يا غالي. بس انا لسه زعلانه منك. ليه؟ اللي انت عملته. انا دي انا خلاص بقيت خردة. ما تقولش على نفسك كده. خلاص خلينا نغير الموضوع، مش عاوز اتكلم في الموضوع ده تاني. مش كده؟ مش وقت خالص. فريدة. نعم. هو احنا ممكن نتكلم شوية؟ نتكلم؟ لا المكان ولا الظرف يسمحوا يا يحيى. فريدة دينا جات لي النهاردة كانت عايزة ترجع لما عرفت إن احنا اتطلقنا. ارجعوا؟ أنا رفضت يا فريدة. قلت لها إن أنا عايش عشان حاجة تانية أهم بكتير. وأنا كان ممكن ما أقولكيش. بس أنا مقرر إن أنا أقولك على أي حاجة بعد كده. إحنا أصحاب فريدة، أصحاب ما بيخبوش على بعض حاجة ولا إيه؟ وعشان إحنا أصحاب وما بنخبيش عن بعض حاجة، معنى إنك تيجي تقولي ده معناه إن أنت عايز حد يقولك برافو إنك عملت كده ويسقف لك. ولأننا أصحاب برضو يا يحيى، والمفروض إن أنا أقولك الحقيقة، ده معناه إن أنت لسه مش واصل لقرار. لأن اللي واصل لقرار يا يحيى لا بيبقى عايز يقول ولا يسمع ولا بيستنى حد يقول له برافو ولا يسقف له. تمام؟ تمام. لو سمحت. موجه يا فندم. غرفة المهندس حسن الباشا. أول أوضة على اليمين. شكرا. يلا يا يحيى.